السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في عدد اليوم من حصتكم ضحكه ولعبه اللي تجيكم كل يوم عبر تلفزيون النهار، واللي من خلالها شركه كوندور تهدي جهاز طابلات ولا جهاز هاتف نقال طبعا للمشاركين لحين يلقاو الاجابه معنا. تابعونا، راح نعطي لك سؤالين، الاولاني تجوز به السؤال الثاني، سؤال ثاني تربح معنا جهاز هاتف نقال كوندور غريف تي كات. ان شاء الله يكون مناسبنا. ان شاء الله يا ربي. إلا ما لقيتش الجواب في سؤال ثاني نقدر نزيد لك سؤال ثالث وتربح به تليفون، بشرط انك تلعب معنا لعبه. ان شاء الله ان شاء الله نجيبه من الاول. ان شاء الله ان شاء الله تجيبه من الاول. السؤال الاولاني تاعك يقول لك اعطيني اسم تاع ثلاث اعياد. عيد الاضحى، عيد الفطر، وعيد وطني. عيد وطني، عيد العمال. السؤال الثاني، السؤال الثاني في العلوم، علوم مبابيع، علوم ثقيل شويه، يقول لك ما هي اثقل ماده في الكره الارضيه؟ الذره اعتقد. جاوب هذا متاكد منه؟ ماشي متاكد. عندي بورسنتاج كبير يكون هو ان شاء الله. الله اعلم. هي اليورانيوم. اليورانيوم، لا على بالي. تعرفها؟ اليورانيوم نعرفوا، اليورانيوم كاين في الصحراء الجزائريه. كاين. وكان على كان كنت تما تما ابيبري. الزئبق واليورانيوم والذره، هذوما الثلاثه كانوا بين. معلش. نروحوا للعبة ان شاء الله. اللعبة تاعك حتقول تصوتي لنا 10 برك هنا. صوتي هكذا. ومر نزيد لك سؤال ان شاء الله به تلقى تدي طب. صوتي. نبدا صوتي هكذا، صوتي برك. هكذا. زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. بون. ان شاء الله. السؤال هدايا كيميائي. يقول لك ما هو الاسم الكيميائي لطباشير؟ الجير ولا الجبس؟ الجبس. كنقول لك إجابة راح تعيا من راسك، هو كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم. كالسيوم. كالسيوم. أنت راح قلت لي الجير. إيه شتو هو قلت لك سؤال كيميائي، الاسم الكيميائي هي كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم. يا خويا شكرا على المشاركة تاعك. إن شاء الله. آسف. بارك الله فيك. بارك الله. يعطيك الصحة خويا. السؤال الأولاني يقول لك أعطيني أركان الإسلام الخمس. الشهادة. الصلاة، الحج، الصوم، والزكاة. روحوا للسؤال الثاني. السؤال الثاني هو سؤال في العلوم، يقول لك أين تتكون خلايا الدم؟ نقول لك سؤال ثالث كفرصة، قلت لك شرط أنك تلعب معنا لعبة، إلا ما عندكش الجواب هذا. ما عنديش الجواب. هي في نخاع العظام. في نخاع العظام. أوكي. صح. نعطي لك لعبة. إلا تلعبها معنا نزيدوا لك سؤال واحد آخر تقدر تربح به تليفون. إني فات بروبلم، ما كاينش مشكل. صح. اللعبة تاعك سهلة، حتقول برك دورنا هنا 10. دور 10. دور بها يا دور بها يا دور بها يا دور بها يا بها يا 10. ان شاء الله برك، ان شاء الله برك ما تكونش دايخ والسؤال تلقاه. هذا برك. نورمال. كاين واحد ملقب باشرف العميان، شكون هو؟ ما عنديش اجابه. اشرف العميان ما عرفتش شكون هو؟ نو. لا. شعيب. شعيب. اوكي معليش. للاسف يا خويا. شكرا على المشاركه، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. السؤال الاولاني تاعك يقول ما هي الصورة التي تقع في وسط القرآن؟ الصورة التي تتوسط القرآن سورة الكهف. سورة الكهف معروفة. بون. سؤال سهل هذا. روحوا للسؤال الأصعب اللي به إن شاء الله تربحي به التليفون. يقول ما اسم البلد التي استعملت العلم كرمز للدولة؟ الولايات المتحدة. لا لا لا. هي الدنمارك. دنمارك. دنمارك سي فغي. وي دوكا الا حبيتي تربحي معنا جهاز تليفون نزيدوك سؤال ثالث بشرط انك تلعبي معنا لعب. اوكي لعبه. شنو هي اللعبه تاعك؟ لازم تقولي لي زوج خطرات علاش كي حنا كلاكسونينا لكم نتوما ما كلاكسونيتونا. نقول لك هذه الجمله. علاش حنا كي كلاكسونينا لكم نتوما ما كلاكسيتوناش. علاش حنا كي كلاكسونينا لكم انتوما ما كلاكسونيتوناش. يعطيك الصحة. بون. السؤال الثالث تاعك يقول ما هي الصلاة التي لا ركوع ولا سجود فيها؟ باينة مفروغ منها، صلاة الجنازة.
اكيد لا ركوع ولا سجود. ما تركع ما تسجد، ماشي غير ركوع. لا تركع ولا تسجد وتقرا سورة الفاتحة، أكيد هذا شيء مفروغ منه. الجواب صحيح، مبروك عليك جهاز. صحيح برك يشوفها المشاهدين. بون واش تقولي للمشاهدين يشوفوك في رمضان؟ نقول لهم صحة رمضانكم، إن شاء الله تصوموه بالصحة ولهنا، وهذا مكان ورمضان كريم. بارك الله فيك بصحتك وربي يشد لك بنتك. إن شاء الله. مشاهدينا احنا لحقنا نهاية الحلقة تاع اليوم، نقول لكم تلاقوا غدوة إن شاء الله، صحة فطوركم، بقاو على خير.